والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، الإخوة والأخوات المنتخبون في الجماعات والمجالس الجهوية وكذلك الغرف المهنية، السادة رؤساء المجالس، أيها الحضور الكريم، أولا لابد قبل أي كلمة أن أتقدم لكم جميعا بالشكر على تنظيم هذا اللقاء، وأن أهنئ أبناء هذه الجهة على حسن تنظيم هذا اللقاء الذي يرهب مرة أخرى على مدى تشبث أبناء جهات من الله خليطرة طبيعة الحال مع الأقارب كلها التي تكون هذه الجهة، خريفريكا، أزيلان، فعلا هناك تشبث ودلائل على أن الحمد لله الحركة الشعبية في طوبتها لهذه الجهة. وهذه المناسبة كذلك أتقدم مرة أخرى بالتهاني لجميع الفائزين في السحقات التي أخذها المغرب في السنة الماضية، أي انتخابات الجماعات والجهات والغرف والمجلس المستشاري. أتقدم له بالتهنئة مرتين، لأنه مجحو ولأنه مجحو هما الأولين في هذه الجهة الحركة الشعبية، إذا كان أولى كانت من يتصدى المنتخبين عددا في هذه الجهة. وأريد كذلك أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بدون أن أسمي أحد، لكن أن أتقدم بالشكر لمن كان وراء هذه النتائج، لأن لا تأتي هذه النتائج بدون تخطيط، لا تأتي هذه النتائج بدون أن يكون هناك رجال ونساء يضحون ويساعدون ويعطوا من وقتهم ومن مجهودهم ومن مالهم لكي فعلا تحصل الحركة الشعبية على ما يفوق 550 مستشار بهذه الجهة. طبعا عندما كانت تلبس الدعوة لهذا اللقاء الذي يندرج أولا في إطار تفعيل القوانين الأساسية للحزب، لأن بالرجوع إلى القانون الأساسي للحركة الشعبية غادي تجدوا بأن ما يسمى داخل القانون الأساسي للمجلس الجهوي فهو مكون من البرلمانيين داخل الجهة، من منتخبين داخل الجهة، من الفعاليات الحزبية المكاتب والمؤتمرات، وهذا تقريبا ما نجده في هذه الاجتماعات. لكن الغاية كانت غاية أخرى، كانت الغاية هي أننا نهضروا شوية على الدور ديال المنتخب المحلي. الحمد لله النتائج اللي حصلت عليها الحركة الشعبية في الانتخابات الماضية لم تكن نتائج ضعيفة، لأن هناك تقدم صحيح. صحيح أننا رجعنا من بعيد، صحيح أننا عرفنا نكسات في انتخابات ما قبل هذه لأسباب لا أريد أن أعود إليها، والكل يعلمها، والكل يعلم كذلك من تسبب في هذه النتائج. لكن الحمد لله إحنا الحزب التالي، جوج أحزاب تقدموا في هذه الانتخابات يعني النساء وبالعداد هما الحركة الشعبية والحزب الأغلبية الموجود الآن، أي حزب
العدالة والتنمية. الأحزاب أخرى صحيح أنها شاب واحد عدد في المستشارين يفوق 3000 وشي حاجة جابتها الحركة الشعبية. لكن إذا رجعتوا لانتخابات ماقر غتجدوا أنهم كلهم تراجعوا بالنسبة لتلك الانتخابات. من تقدم هي الحركة الشعبية بأكثر من 8 مستشار بجزء النقاط في المعدلات. تقدمات على صعيد الرئاسة ديال الجماعات، تقدمات على الصعيد ديال الغرف الإهالية، بحيث أن الحمد لله يمكن أن تعتزوا وتفتخروا بما فعلتوه أنتم، ماشي شي واحد اللي جا وصدق عليكم وأعطاكم، أنتم اللي خلقتوا هذه النتائج، أنتم اللي عملتوا هذا الكفزة. وبالطبع بما أنه كان من الصعب أننا نجمعوا جميع المستشارين في تنظيم واحد في جمعية أو غيرها أو شهادة مع هذا، فقلنا غادي نخلقوا الجمعيات ديال رؤساء الجماعات، وفي هذا المكتب الاجتماع الأول ديال رؤساء الجماعات في الرباط. لكن تبين آنذاك أن لا يمكن أن تكون يعني اهتمام إلا بالرؤساء في الوقت بأن هذا الرئيس راه ما جاش تحت السماء، المستشارين هما اللي يخلقوا هذا الرئيس. فلهذا تقرر داخل المكتب السياسي والأمانة العامة أن نقوم بجولة عبر الجهات ديال المملكة وأن نجتمع مع السيدات والسادة المستشارين المحليين باش غنخلقوا واحد المنتدى ديال المستشار الحركي إلى جانب الجمعية ديال الرؤساء والجمعية الأخرى ديال الأسماك. ولكن قلنا هذا المنتدى ديال المنتخبين الجماعيين غادي نخلقوه، وخذينا واحد الطريقة مبسطة ولكن تتبان بأن واخا يمكن بعض الآخرين ما يحسوا شوية بالغم، ولكن كتبان أنها ما كاينش ما أحسن منها إلا بغينا التعادل والديمقراطية. قلنا أن كل إقليم غناخذوا 10% ديال المنتخبين وهما اللي غادي يطلعوا لذاك الخلية المسلية ديال هذا المنتخب. أي أن الحمد لله هذه الجهة غادي تعطي لنا ما يفوق 60، يعني يكون عندها أكثر من 60 ديال الممثلين في هذا المنتدى. وهذا هذه بالمناسبة باش أنني غادي نلح ونطلب منكم أن سواء اليوم سواء في الأيام القلائل المقبلة أن هذا العمل يتم وتبلغوا الأمانة العامة اللي غادي تنتبهوا من هذا المنتدى على صعيد كل باش يمكننا نبقاو دائما تنقولوا ان الجهه ديال الخليفه بن بلال هي السباقه ماشي غير النتائج، السباقه التنظيمات كذلك ان تكون قدوه في التنظيمات. المساله الثانيه اللي عندها بعد اخر من غير البعد التنظيمي وهو ان المنتخب من اهل الغناء او الغناء راه هو اللي خرج الانتخابات ديال 14 ثانية، راه الاخر الناس اللي طلعوا مستشارين رجال او نساء معنى ان وراءه واحد العالم ديال الناس اللي عندهم فيه الثقه اللي صوتوا عليه، بمعنى انه هو اللي عنده اليوم الشرعيه الشعبيه لمده هاد الست سنين اللي قدام، ماشي احسن من الحركي الاخرين، ماشي احسن من المواطنين الاخرين، ولكن اليوم هذه هي اللعبه الديمقراطيه، هو اللي دخل الانتخابات، هو اللي جاب واحد العدد ديال الاصوات، وتيخص اعترف المتحيز السياسي بهذا الموقع وهذا الموقف حتى النهايات يعني القانونيه. اذا شو كيعني هذا؟ بمعنى ان الحزب اللي هو مقبل على انتخابات اخرى، اللي مقبل على استحقاقات ديال اكتوبر المقبل على ان تسمعون على المنتخبين، راه هما اللي يمكنهم يجندوا الاصوات، هما اللي يمكنهم يجندوا البرلماني او لا قدر الله يفشلوا. وهنا ان البرلمانيين ماشي برلماني واحد، البرلمانيين ديال هذه الجهه ان فعلا يساهموا المنتخبين المحليين في النجاح ديالهم. من هذا الباب يمكن نقول بان مثلا نهضر على المنتخبين وسمحوا لي مثلا نهضر على المنتخبين راه ما كنسديش
الناس اللي ترشحوا وما ساعدوهمش الحرب، لان كاين مرشحين اللي ما طلعوش المستشارين اللي ربما جابوا اكثر اكبر عدد من الاصوات اللي جابوها بعض المرشحين بعض المنتخبين. ولهذا لا بد ان نعتني بهذه المبادئ، لا بد ان نعترف لهم بالجميع وبما قالوا به بالنسبه للحركه الشعبيه. في هذا الاطار سمحوني ان نقول لكم بان ربما ملي كيشوف الانسان النتائج اللي حصلت عليها هذا الشيء يا باقي ارقام اللي عندنا راه ما عندنا قوه ولكن يعني تنغيق على عقل على بعض الظروف 551 مستشار ومستشاره جماعي، اكثر من 100 امراه داخل 551، ما يفوق 20 جماعة معتقلين التي رأسها الحركات الجهة. المرتبة الأولى على الصعيد ديال مجلس الجهة ومنتخب الجهة، يعني لما تشوف الإنسان الأرقام تيقول ما عندناش علاش تخاف بالنسبة لانتخابات الأجيال، لما هاد الجهات لما تنشوف ما قامت فيه ما قام به منتخب هذه الجهة في تكوين مجلس الجهة في تكوين الغرى في تكوين المكاتب، يحق له أن يقول حلالي حلالي حلالي. أتمنى أن نصلح جميعا الأغلاط، أن لا نبقى يعني نعطي تلك الصورة التي وكلنا عليها اليوم الخلافات، اليوم الخلافات يقول لك فإن ما تهضروا مع ربي يقول لك وقف دير على الشيء اللي كتبوه في الجهة. سمحوا لي أعتذر إذا هضرت هذه اللغة، لأن لا يعقل أن الجهة اللي جينا فيها الأولى أننا ما نوصلوش لها النتائج إلى النهاية ديالها. على اي حال اذا زاد اللي غيتعقب راه غيتعقب، ولكن ماشي هو هذا الاهم. المهم هو ما تخدم المدة فين الخدة، واش غادي انكم تبقاو في الصدرة او غادي انكم تشعروا. واعتقد ان هذه الجهة ومنتخب هذه الجهة لا يستحقون ان يعودوا الى الوراء، يجب ان يذهبوا الى الامام، يجب ان يتقدموا. يمكن ان نجيب جوج في كل لائحة في هذه الجهة. يمكن أن نجيبهم إلى حدنا الأنانية، إلى جلسنا بيننا 551 ما يمكنهاش يطلع كل هذا البرلمان، 20 رئيس ما يمكنوش يطلع البرلمان، تيخصنا نلبسو ونشوفو شكون هو اللي حظوظه أوفر، شكون هو اللي غيمثلنا أحسن تمثيل، شكون هو اللي غنزيدوه الحكومة غدا إلى شفنا نتائج ممتازة، شكون اللي غادي نزيدوه البرلمان، شكون اللي غادي يقوي الصفوف ديالنا على جميع المستويات. وهذا يمكن ان تقوم به، هذا ممكن، هذا التنظيم وهذا الاجتماع ديال اليوم والتنظيمات ديال اليوم داخل هذا الاطار. لما تنهضروا على التنسيق من جهه ولا ماشي باغيين نديروا الهيكله اللي يقع السكر في الجنينه وكذا، ولكن بغينا ان يكون عندكم واحد الاله اللي ممكن انها تدار معكم، انها تجي تخاطبكم، انها تعطيكم تشاور معكم باش نعرفوا فين غادي، باش نعرفوا كيفاش يمكننا نكسبوا الريال. لا يعقل راه غادي يوليو كل يعني خاجلين الى هذه النتائج اللي حصلتوا عليها. ما حصلنا شيء ممتاز، ما وصلتنا شيء من الشيء اللي كنتمناه، وانا عارف انكم كنتمناه وانا كنت تبقاو في الصدر، لكن هذا الشيء رهيب يا جنان. راه ماشي اللي ما اللي ما ساعدوش يحط باش ياخذ السياق غادي يغدر ويمشي يخدم مع جهات اخرى او يهرس في مقاصد لا يمكن، لا يمكن ان نتقدم بهذه الطريقه. وهنا يعني تنتوجه فيكم جميعا، لا امور لا مسؤولين لا مناظرين لا مستشارين، تنتوجه الروح الوطنيه الروح الحزبيه النظاميه اللي مرهدوا عليها باش يمكننا فعلا اننا نمشيو لقدام
بهذا هذه الجهة وبأقاليم هذه الجهة، لأنها تستحق الكثير، لأنها أعطت كثير للحركة الشعبية لشقها الانتخابات منذ عقود، ونريد أن تبقى دائما أو تربطها الحركة الشعبية شي حاجة من هذا الجديد اللي دازت فيه، وباش تكون الحركة الشعبية ترد معناها أنها خاصة تكون عندها مكانة داخل البرلمان، مكانة داخل الحكومة، مكانة داخل مراكز القرار، وهذه المكانة راه ما تطيحش من السما، ما كيطيحش بها الشجر، راه أنتم اللي كتعطيوها أو اللي كتعينوها. أريد كذلك أن أقول أن في إطار هذا الجولات التي تقوم بها، في إطار التحضير لهذه الاستحقاقات، هناك نية أخرى وراء هذه الحالات. النية وهو أن بعد 7 أكتوبر بغينا أن التدبير والحكمة ديال الحركة الشعبية ما يبقاش التدبير اللي تنعرفو، راه مستحيل أننا نكونو كندبرو مركزين حزب قوي للحركة الشعبية، ما يمكنناش أن نكونو كحزب كبرلماني للحركة كقيادة للحركة في مصر حتى نكونو الحكومة راه خاص تعطيو الجهات السلطات ديالها، راه خاص الناس يسيروا ويديهم يديهم، وحنا في الحزب قولوا لكم لا غير تهناو من الرباط حنا قادرين اننا نسيروا المغرب كله. بغينا جدا الحزب والمكاتب الجهويه تكون قويه لها قرارات، ما عندنا غير المرشحين ديالكم ولا السيد تسديهم، انتم بغيتو تسديهم تختاروا تعطيهم الاختيار في اطار بطبيعه الحال في اطار الوحده ديال الحزب. هذا هو الشرط الوحيد اللي كنصوغوه، اننا الوحده ديال النهجيه تبقى هي هي، اننا فعلا نبقاو حزب قوي. اما التدبير والتسيير ما يمكنش نعرف المرشح احسن منكم، ما يمكنش نعرف اللي غادي ينجح في الجماعه احسن من ولاد الجماعه، ما يمكنش نعرف البرلمان احسن من اولاد ابناء الاقليم. وهذا نريد ان نسهل ونغير فعلا انماط التدبير وانماط التسيير ديال الحركه الشعبيه.